كل العرب او بس اعكس لان مش عارف مطولات القصائد الطويله. فهو القصائد يعني ثلاث حاجات صغيره كده. الاولى معدل قصيده شهيره من قصائد فراس اللي بيقول فيها الشاعر: كل المليحه بالخمار الاسود ماذا فعلت بناسك المتعبد. فقلت ايه؟ كل المليحه في نيويورك الرمي ماذا فعلت بحسنك المتجدد. افسدت وجهك بالتقاليع التي ان تتركيها اسعدي يد العدل. الثانية دي مش معارضة، هي قصيدة عن الزواج العرفي. فبقول كان في فترة كده ويمكن لسه منتشر خواتون الزواج العرفي والنسيار ومش عارف ايه، حتى الفضائيات قعدت تراود للموضوع ده. فبقول تلاطفني تدور علي من حولي ومن خلفي، تلاطفني تدور علي من حولي ومن خلفي. شكوت لها من امرأتي وأولادي ومن أرضي، فقالت لي تزوجني فإني غاية اللطف. فشيت بأن أجاورها وأصبح شبه منحرف، فقلت لها ما ينفعش أنا زوج مع الأسف. فقالت ليس مشكلة يكون زواجنا عرفي، فقلت لها بلاش خوتا وأمك اسمعها. المقطع الثالث، بما اننا في رحاب ام كلثوم واحمد شوقي والاطفال وابراهيم ناجي، فانا كان في قصيده بحبها قوي لام كلثوم كلمات شوقي اللي هي سالوا قلبي. فبقول ايه؟ سالوا جيبي فقد اضحى خرابا، لعل على الفلوس له عتابا. سلوا جيبي فقد طفح خرابا، لعل على الفلوس له عتابا. هي الدنيا اضعت بها شبابي، فلم تفتح لنا للمجد بابا. واهلي كله فول وعدس، وما رب الفراخ او الكباب. يقول لا وما يغنيك عن خلق الليالي، كمن باع الملابس والدولاب. ولم ينعم بجاه او بمال، ولم يلبس حذاء او شرابا. يقول اميرنا في الشعر شوقي، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وشوقي كان ذا قصب منيف على الكورنيش يختلف السحابة. ولم يركب اتوبيسا ويقفز الى الاسفلت مجروحا مصابا. ولم يودع مع الريان مالا، قصيدة قديمة على فكرة. ولم يودع مع الريان مالا، وباع المال غدرا واقتصادا. ولم يذهب ليشقى في بلاد بها البترول ينسكب انسكابا. وقال البؤس لي لما رآني: لأنت أبي فهل أبوك بابا؟ فقلت أجل أنا بابا وماما لمن فقد الأحبة والصحابة.